السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ليفربول اليوم أمام نادي بنفيكا، مباراة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة الذهاب بإذن الله تعالى هكون في البرتغال على ملعب بنفيكا. متابعين الكرام، بنفيكا في مواجهة ليفربول اليوم بإذن الله تعالى، اليوم الثلاثاء 5/4 أو 5 أبريل 2022. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين وليبيا، آسف، وفلسطين وسوريا، وقلنا والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، أيوة كده، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، لسه هما منضافين قريب، منضافين يعني الساعة رجعت لهم تاني بعد الساعة 10 مساء. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة ناقلة المباراة. متابعين الكرام، عندنا قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم، التانية بريميوم، معلق المتألق عصام الشوالي، ملعب المباراة ملعب النور، دوري أبطال أوروبا. وليكم القناة الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة، سبورت وان المجرية، ماتش وان فوتبول، سبورت كلاب 1 اتش دي السلوفينيه، تي في اي البرتغاليه، ارنا سبورت اتش دي الصربيه، دي جي سبورت 2 اتش دي الرومانيه، بين سبورت اتش دي 1 انجلش، زيكو سبورت سيلكت اتش دي، ارنا سبورت 1 اتش دي الكرواتيه. واليكم باقي القنوات. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، وفي توقع نتيجه المباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.